السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أعزائي الطلاب في هذا اللقاء الجديد مع الجزء الثاني من نص رحلة جبلية رحلة صعبة للصف الثاني عشر للكاتبة فدوى طوقان. قبل البدء بالدرس فلنتعرف معا على الأهداف التي سنسعى لتحقيقها بإذن الله تعالى. أولا، سنحاول التعرف على الخصائص البنائية والأسلوبية للسيرة الذاتية. ثانيا، سنقوم معا بالاستدلال على تلك الخصائص من خلال النص. وتعد السيرة الذاتية نوعا من أنواع النصوص السردية كالقصة والقصة القصيرة والرواية والمسرحية، ويعتمد كاتب السيرة الذاتية على انتقاء الأحداث الحقيقية وترتيبها وعرضها بصورة شائقة وفنية دون تزييف أو محاولة خلط للحقائق. وتنقسم السيرة إلى قسمين، سيرة ذاتية يكتبها صاحبها، وسيرة غيرية يكتبها شخص آخر. وقد تعلمنا في الدرس الماضي أن نص رحلة جبلية رحلة صعبة نص يمثل السيرة الذاتية للكاتبة فدوى طوقان، ومأخوذ من كتاب لها بالاسم نفسه. وللكاتبة كتابان عن سيرتها الذاتية، فالكتاب الأول رحلة جبلية رحلة صعبة تحدثت فيه عن سيرتها وكفاحها لتحقيق ذاتها ومحاولاتها الانعتاق من القالب الفولاذي للتقاليد الاجتماعية الصارمة التي فرضت عليها. أما كتابها الثاني الرحلة الأصعب فتحدثت فيه عن معاناتها في ظل الاحتلال بعد النكسة عام 1967. وسنقوم الآن بالتعرف على أبرز الخصائص البنائية التي تجلت في النص. أولاً، جاء النص على شكل قصة لها بداية ووسط ونهاية، وهو ما يسمى بالحبكة. فالبداية كانت مع عودة إبراهيم، حيث نلحظ هنا انقطاع السرد وتوقف تسلسل الأحداث والانتقال الكاتبة إلى الحديث عن ذكرياتها مع أخيها إبراهيم. إبراهيم الذي كان يمثل القوة التي تدفعها للتحرر والانطلاق في مواجهة التقاليد الصارمة التي فرضت عليها، حيث كانت الكاتبة تعيش صراعاً داخلياً وصراعاً خارجياً. وجاءت النهاية والحل من خلال تحقيق الكاتبة الانتصار على كل هواجسها والشعور بالرضا والسعادة، حيث ختمت النص بقولها: في تلك الفترة القاسية من سن مراهقتي كانت يد إبراهيم هي حبل السلامة الذي تدلى وانتشلني من بئر نفسي الموحشة المكتنفة بالظلام. أما أبرز الخصائص اللغوية والأسلوبية للسيرة الذاتية والتي تجلت في النص الذي بين أيدينا، فلعل أبرزها ذكر الأحداث الحقيقية التي حدثت مع الكاتبة، مثل عودة أخيها إبراهيم من بيروت حاملا شهادته من الجامعة الأمريكية واستقراره في ناصر للتدريس. ونلحظ أيضا إكثار الكاتبة من ذكر الأسماء والمواقع، مثل بيروت، نابلس، جبل عيبال، وفق انتقال الأشخاص أو تغير الأحداث، كما نرى حضور ضمير المتكلم في رواية الأحداث، فالراوي هنا حاضر ومشارك في الحدث يتفاعل معه ويؤثر فيه، كما نلحظ توظيف الكاتبة للفعل الماضي في سرد الأحداث، مثل عاد إبراهيم من بيروت، لأنها تتحدث عن أحداث مضت وانقضت، لكنها تكثر من توظيف الفعل المضارع أيضا، مثل قولها: والطفولة التي كانت تبحث عن أب آخر يضمها، دلالة على استمرار معاناتها، أو ربما أرادت أن نعيش معها الذكريات بتفاصيلها، ولا سيما عند حديثها عن رحلاتها مع إبراهيم، فتقول:
كان يأخذ مجلسه على واحدة من صخور الجبل الكلسية ويسمح لي بالانطلاق بينما ينصرف هو إلى التأمل، أما أنا فكنت أمضي إلى الشعاب القريبة أقفز كالمعزى من صخرة إلى صخرة. كما نلحظ أن الكاتبة عمدت إلى توظيف الأفعال التي تدل على الأحداث والحركة عند الوصف من مثل أقفز، ألملم، أرتب، أمسح، أحضر، مما أضفى الحيوية والحياة على النص وجعل القارئ يعيش مع الأحداث بتفاصيلها، لكنها لجأت أيضا لتوظيف الأفعال الذهنية عند حديثها عن تأملاتها حول دور وأثر الحنان. وقد وظفت الكاتبة الصور البيانية لإيصال المعنى أو الأحداث أو الأفكار إلى القارئ، فتقول: وتشبث قلبي بإبراهيم تشبث الغريق بمركب الإنقاذ، لتؤكد على العلاقة القوية التي تربطها بأخيها إبراهيم في ظل معاناتها النفسية، أو كقولها أقفز كالمعزة، أو كقولها بئر نفسي الموحشة. إذن كانت هذه أبرز الخصائص البنائية والأسلوبية لنص رحلة جبلية، رحلة صعبة. والآن سنقوم معا بالإجابة عن بعض الأسئلة التقويمية للدرس. السؤال الأول: وضح عناصر القصة وفق الجدول الآتي. أول عنصر من عناصر القصة هي الشخصيات، وتنقسم إلى شخصيات رئيسة وشخصيات ثانوية. أما الشخصيات الرئيسة فهي التي تلعب دورا مهما في القصة وتدور الأحداث حولها، كشخصية الكاتبة وشخصية أخيها إبراهيم. أما الشخصيات الثانوية فهي التي تساعد في نمو الأحداث وتطورها، كشخصية العم أو شخصية الأب. البيئة تنقسم إلى المكان والزمان، فالمكان هو المسرح الذي تجري فيه الأحداث، والمكان هنا كان مدينة نابلس. أما الزمان فهو الزمن الذي تقع فيه الأحداث، وكان هنا العام 1929. الحبكة هو تسلسل وترابط أحداث القصة وفق خطة معينة، وتتألف من بداية ووسط ونهاية. فالبداية كانت مع عودة إبراهيم إلى نابلس، أما الوسط فقد صور وأظهر الصراع الذي كانت تعيشه الكاتبة مع مخاوفها أو مع العادات الاجتماعية، وجاءت النهاية بالحل حيث تحقق انتصار الكاتبة وشعورها بالرضا والسعادة. السؤال الثاني: تعد السيرة الذاتية مادة توثيقية للمرحلة التي يرصدها الكاتب من حياته، وضح ذلك من خلال رصد النص للأحداث والوقائع الاجتماعية. لا شك أن الكاتبة أثناء حديثها عن حياتها نقلت إلينا بعض ملامح الحياة الاجتماعية في ذلك الوقت، من مثل الكشف عن طبيعة الأسرة التقليدية المحافظة والقيود التي تضعها على البنات دون البنين، ومن مثل أن الرجال لم يكونوا يجلسون كثيرا مع نساء الأسرة، ومن مثل أيضا انتشار التعليم في بدايات القرن الماضي في بلاد الشام من خلال المدارس والجامعات. السؤال الثالث والأخير: وضح بالأدلة المناسبة من النص كلا من السمات الأسلوبية مبينا أثرها في النص. أول سمة توظيف الكاتبة للتصوير والخيال. نلحظ ذلك من خلال توظيف الكاتبة للعديد من الصور، من مثل قولها أقفز كالمعزة من صخرة إلى صخرة، ولا شك أن هذه الصورة أبرزت نشاطها وسعادتها وسعيها للتحرر والانطلاق. الملمح الثاني أو السمة الثانية
تنوع الأفعال بين أفعال الشعور وأفعال الحركة، فقد استخدمت الكاتبة أفعال الشعور من مثل قولها يسعدني، أخاف، وأفعال الحركة مثل أقفز، ألملم، أحضر، وهذا التنوع في الأفعال أعطى للنص حركة جعلت القارئ يعيش القصة بتفاصيلها. وفي الختام أستودعكم الله راجيا من الله لكم التوفيق، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.